طال طال وطول بيتغير. ايوه يا سلام. كيف ما خبرتكم هلا حنكتشف سوا سلطة الغنوج الفتوش. هذا الفتوش اللي انا بعتبره أساسي قبل ما أتغدى أو حتى قبل ما أتعشى، وهو أساسي حتى بالسفرة اللبنانية برمضان. هذا طبق مقدس كيف بنقوله، ما في شيء مقدس ولكن نحن بنقول طبق رئيسي. أوكي، فهلأ بقى نحكي عن مكونات الفتوش اللي هني ببلشوا بالخص، وخصوص إذا كان الخص بلدي. يا سلام. الخيار، وأنا الخيار بحبه، الخيار اللي ما في مي وبزر كتير، والفجل يكون مقطع رقيق، وعنا البندورة كمان تكون بلدية كمان تعطي ريحة وطعم كتير طيبة، الفلفل الملونة اللي هي يعني بوافر أحمر وأصفر وأخضر، وعنا الخبز المحمص، وفي البصل هيك شرحات رقيقة بتعطي طعم كتير طيب وما بتكون حدة. أوكي، ضروري حب الرمان بموسم الرمان بيعطي طعم كتير طيب مع دبس الرمان، نعنع للديكور، والحامض كمان ترانش للديكور. الأهم شيء بنكهة الفتوش الحامضات يكونوا على الأصول، دبس الرمان، الملح والسماء، وزيت الزيتون يكون بلدي أصلي مش مغشوش. وحتاكلوا صحن فتوش من العمر مع رياض العمر. هلا أول شيء حنعمل، حنبلش بالخس، هو الأول شيء وهو اللي بيكون الكمية الأكبر. أوكي، وهلا عنا الخيار لأنه لازم يكون تقريباً هو والبندورة نفس النسبة. عندنا البندورة، وعندنا الفجل. الفجل ما بتكون كتير لأنه بتعطي حرورة، يعني تقريباً قد نص كمية الخيار. الفليفل كتير طعمتها طيبة الفتوش، تكون مخلطة تقريباً ثلاث ألوان كلهم مع بعض لازم يطلعوا قد البندورة أو الخيار. والبصل آخر شيء، البصل مشان كمان لما نخلط ما كتير تعصر البصلة، يعني لازم تدل كل شيء، ما نعوص على بعضه، لازم يكون هيك كل شيء فريش وعم يقرش تحت السنان. بكفوا هول البصلات هالقد، بركة. أوكي، هلا بدنا نجي للصوص. عنا اول شيء الحامض. بالنسبه لهي الكميه اللي عندي انا، شفتوا قد ايه؟ تقريبا صحن لشخصين، يعني شخصين بيقدروا ياكلوا هذا صحن الفتوش مرتاحين. عنا حامض، وردوا البال المنكهات قاعده واحساس، يعني مش بس القاعده. الا لاحظتوا عندي تقريبا 4 معالق حامض نزلتهم، عندي زيت الزيتون. زيت الزيتون بيعطي نكهة كتير طيبة للفتوش. كيف شفتوا؟ تقريبا 4.5 معالق كمان مع الطعام. بالنسبة للملح لهيك صحن تقريبا بدنا راس الملعقة. اوكي، واللي بده بعدين بحب الملح الزيادة يرجع، انا بحبها اكثر شوي. كيف قلت لكم كل شيء احساس. اوكي، السماء عندنا تقريبا 1/2 ملعقة سماء، وانا متاكد اللي حيتبعني ويعمل مثله ببيته حيقولوا واو. هلا جينا للشغل والجمال. شو 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 بنعمله نحن مبسوطين بابتسامة بفرحة بضحكة لحتى تطلع من قلبنا طيبة. هيدا هلا دبس الرمان. يا سلام. أنا بقول ملعقة كبيرة لهيك صحن بتكفي. شو 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 اوكي، هلا حنجي نسكب. لا لا لا، حاول تدور المجال.
ومثل ما شايفين عندنا حب الرمان وعندنا بعد الخبز المحمص. اوه اوكي يا سلام. وهلا صار عندنا صحن فتوش هتاكلوا وتقولوا لي رايكم. اهلا وسهلا فيكم. هيدي الفتوش على طريقتي انا، اللي عجبته يدعي لي. اوكي لا تقاوم والله العظيم. بدك تعيش المتعة، بدك تغوص للعمق، العمق ديال الفتوش، وتذوق الصوص ديال الفتوش ديال عمو رياض والحمص كمان. كل ما عشتوا عمق الطبخة كل ما انبسطتوا. تحياتي لكم.